السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة معانا موضوع مهم جدا، وهو منهج الجرامر او القواعد المقررة على الصف الاول والتاني الابتدائي في المنهج الجديد. هنقسمه على حلقتين، النهاردة هناخد اول جزء، والحلقة دي مهمة جدا، هتلخص عليكم شرح نص الجرامر المقرر عليكم في سنة اولى ابتدائي وسنة تانية ابتدائي. وقبل ما نبدأ الشرح، لو انت اول مرة تشوفنا ياريت تشترك معانا وتفعل جرس الاشعارات، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة لازم نكون عارفينها في الجرامر الخاص بسنة اولى وسنة تانية ابتدائي، الحروف الساكنة والحروف المتحركة الكونسوننتس اند فاولز. كونسوننتس الحروف الساكنه، والفاولز الفاولز الحروف المتحركه. الحروف المتحركه عددها 5 حروف، هي الاي والاي والاي والاو واليو. ودايما الحروف دي لما بتيجي في اول اي كلمه بنستخدم معاها اداه النكره ان. يعني ايه اداه نكره؟ لما اجي اتكلم عن اي حاجه انا مش عارف مثلا صاحبها مين، او مش عارف يا ترى هي نوعها ايه، فلما اجي اتكلم مثلا على تفاحة انا مش عارف هي ملك مين، او هي تفاحة من ضمن تفاح كتير مفيش حاجة بتميزها، فهي بالنسبة لي نكرة. في الحالة دي بستخدم معاها اداة اسمها اداة نكرة، ولما اجي اتكلم عنها اقول التفاحة دي فبقول an apple يعني تفاحة. وبالنسبة لأي كلمة بتبدأ بأي حرف من الحروف الفاولز أو الحروف المتحركة اللي هي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، دايما بستخدم معاهم أداة النكرة an. ومش عايزين ننسى طبعا إن احنا عندنا أداتين من أدوات النكرة، هما A و an. A اللي هو حرف الـ A بيجي مع كل الكلمات اللي ما بتبدأش بأي حرف من حروف الفاولز أو الحروف المتحركة الخمسة اللي احنا قلنا عليهم، لكن أي كلمة بتبدأ بأي حرف من حروف الفاولز أو الحروف المتحركة اللي هما الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U تخدم معاها أداة النكرة an. وبالتالي لما أجي أتكلم عن تفاحة زي ما قلنا بقول an apple، an egg، an egg يعني بيضة، an ice cream، an orange برتقالة، an umbrella، an umbrella، an umbrella يعني مظلة أو شمسية. وزي ما قلنا يا أصحابي إن دي اسمها أداة نكرة، وعندنا أداتين من أدوات النكرة الـ A والـ an. زي ما قلنا أي كلمة بتبدأ بحرف من حروف الفاولز اللي هي الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U بيجي معاها an بس ما بيجيش معاها A. ولازم ناخد بالنا دايما إن an و a اللي هي أدوات النكرة بتيجي مع المفرد بس ما بتجيش مع الجمع. يعني أنا ما ينفعش أقول an apples، an apples غلط، أنا بتكلم على حاجة واحدة مفردة وأنا مش عارف عنها معلومات كتيرة، فهي بالنسبة لي نكرة، فبقول عليها an apple، an egg تفاحة من ضمن التفاح، بيضة من ضمن البيض، an ice cream، ice cream زي أي ice cream تاني ما فيهوش أي حاجة تميزه، an orange، an orange برتقالة عادية ما فيهاش أي حاجة تميزها زي أي برتقالة تانية. فan أداة نكرة و a أداة نكرة، الاتنين بيجوا مع المفرد بس ما بيجوش مع أي جمع. طبعا زي ما قلنا الحروف المتحركة أو الفاولز هما 5 حروف، A و E و I و O و U. أما الحروف الساكنة أو الكونسوننتس هما 21 حرف، وهي بقية الحروف بتاعت اللغة الإنجليزية. وأي كلمة بتبدأ بأي حرف من حروف الساكنة بيجي معاها A زي ما قلنا، بس بشرط إن الكلمة تكون مفرد زي ما قلنا، ما تكونش جمع. زي لما أجي أقولك أبول، أبول كرة، أكات، أكات قطة، أدوج، أدوج كلب، أفش، أفش سمكة، أجيرل، أجيرل بنت، أهات، أهات يعني طاقية. وآ وآن زي ما قلنا هم أدوات النكرة، آ بتيجي مع الكونسوننتس أو مع الحروف الساكنة، أما آن بتيجي مع الفاولز، الفاولز أو الحروف المتحركة. تاني حاجة لازم نكون عارفينها في منهج الجرامر بتاعنا هي أسماء الإشارة. وعايز أقول لكم يا أصحابي إن إحنا عندنا حلقة
بتشرح أثناء الإشارة لوحدها، وفيها أمثلة كتير جدا محلولة على الجزء ده، بس بما إنه هو جزء من أجزاء الجرامر بتاعتنا هنشرحه. لو حابين تعرفوا معلومات أكتر وتاخدوا عليه أمثلة أكتر تقدروا تشوفوا الحلقة بتاعت أثناء الإشارة موجودة عندكم على القناة. وأثناء الإشارة هي الأثناء اللي أنا بشاور بيها على أي حاجة بتكلم عنها. يعني مثلا لما اجي اقول لك هذا الولد ده اسم اشارة، هذا هنا اسم اشارة، ده في اللغة العربية، هذا وهذه وذلك وتلك وهؤلاء للجمل قريب وهؤلاء للجمل بعيد، دي اسماء اشارة. فعايزين نميز بين هذا وهذه للقريب وهذا او هذه او ذلك وتلك للبعيد. لما باجي اشاور على حد واحد او حاجة واحدة، يعني شخص واحد او حاجة واحدة موجودة في مكان قريب مني، بقول عليها this. This يعني هذا او هذه للمفرد القريب. اي حاجة واحدة او اي شخص واحد موجود في مكان قريب مني وانا عايز اقول هذا او هذه بقول عليه this. This يعني هذا او هذه للمفرد القريب. اما لو انا بشاور على حاجة واحدة او شخص واحد موجود في مكان بعيد عني، مفرد يعني بس موجود في مكان بعيد عني، بقول عليه ذات. ذات يعني ذلك او تلك للمفرد البعيد. ذات يعني ذلك او تلك للمفرد البعيد. لما اجي اشاور على مجموعة حاجات او مجموعة اشخاص قريبين مني في المكان، في الحالة دي بقول عليهم ذيس. ذيس يعني هؤلاء، بس هؤلاء للجمع القريب. ذيس ذيس يعني هؤلاء. أما أجي أشاور على جمع مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأشياء موجودة بس موجودة في مكان بعيد عني، بقول عليهم زوس. زوس يعني هؤلاء، بس زوس هنا للجمع البعيد. مرة تانية ذس 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 ذات 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 زيس 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 زوس زوس زوس. فمثلا لما اجي اقول هذا قلم بقول this is a pen. this is هذا يكون a pen. a pen هنا قلم، و a هنا اداة نكرة، pen قلم. قلنا آ ما قلناش آن، لأن pen البي هنا حرف من حروف الساكنة أو الكونسنانس، فعلشان كده قلنا آ. مرة تانية this is a pen. لما أجي أقول هذه أقلام، في الحالة دي بقول these are pens. ما قلناش أي أداة نكرة لأن هي جمع زي ما قلنا، وأدوات النكرة الآ والآن بتيجي مع المفرد بس. وهنا لما قلنا هؤلاء أقلام، أو يعني أنا بتكلم عن مجموعة من الأقلام موجودة في مكان قريب مني، فقلت عليها these are pens. مرة كمان these are pens. لما أجي أشاور على كتاب موجود في مكان بس المكان ده بعيد عني، فبقول عليه that is a book. that is a book هذا كتاب. that is a book. لما اجي اشاور على مجموعة كتب موجودة في مكان بعيد عني بقول those are books. those are books. those are books. التابل ده يا اصحابي بيوضح لنا ادوات الاشارة المفرد والجمع. this is an apple. This is an apple. هذه تفاحة، وهنا الأبل قريبة مني. That is an apple. That is an apple. هنا تفاحة بعيدة عني. These are apples. These are apples. هنا بشاور على مجموعة من التفاح في مكان قريب مني. Those are apples. Those are apples. Those are apples. هنا بشاور على مجموعة من التفاح بس موجود في مكان بعيد عني. وتعالوا نحل بعض الاكسرسايزز او التمرينات على الجزء ده. اول حاجة بيقول لنا choose the correct answer، اختار الاجابة الصحيحة. this is هذا او هذه هي a ولا an car. الكار هنا بتبدأ بحرف من حروف الفاولز ولا consonants. شاطرين، ده حرف من حروف الساكنة الكونسنانس العادية مش حرف فاول، ف
فهنختار معاها a طبعا، يبقى this is a car. That is a ولا an orange. هيا يا أصحابي، that is a ولا an orange. شاطرين طبعا an orange، لأن orange بتبدأ بحرف ال O وهو حرف من حروف ال vowels، فبيجي معاها an. It is a bowl egg. It is a bowl ولا egg. بول بتبدأ بحرف من حروف الكونسوننتس أو الحروف الساكنة، وإج بتبدأ بحرف الإي وهو حرف من حروف الفاولز الحروف المتحركة، وآ طبعا بيجي مع الحروف الساكنة حروف الكونسوننتس، فهيجي معاه كلمة بول، مش هينفع يجي معاه كلمة إج، يبقى it is a bowl. It is an apple ولا fish. It is an apple ولا fish. شاطرين، it is an apple، لأن apple بتبدأ بحرف الـ A وهو حرف من حروف الـ vowels، لكن fish بتبدأ بحرف الـ F وهو حرف من حروف الـ consonants أو الحروف الساكنة. this ولا this is a dog. this هؤلاء اسم إشارة بيجي الجمع قريب، this هذا أو هذه اسم إشارة بيجي المفرد في مكان قريب. is طبعا هي يكون، وإز بتعبر عن مفرد ما بتعبرش عن جمع. وبالنسبة لverb to be فليكون مشروح عندنا على القناة ومعاه أمثلة كتير تقدروا تتفرجوا عليه، هيعرفكوا الفرق بين is و are، وكمان إيه هو verb to be في الأزمنة المختلفة. فإز هي بمعنى يكون، وإز بتيجي للمفرد ما بتجيش للجمع. a dog، a dog كلب، يبقى هنقول معاها this is a dog. this is a dog. that ولا زوس are cars. that ذلك أو تلك اسم إشارة للمفرد البعيد، وزوس زوس هؤلاء اسم إشارة للجمع البعيد. are cars، are يكونوا، cars سيارات. شاطرين، cars جمع، فهنقول معها زوس، زوس are cars. شاطرين كلكم. this is a boy ولا boys. this is، this اسم إشارة هذا أو هذه المفرد قريب. is a boy ولا a boys. شاطرين، this is a boy. these are girls ولا a girl. these are girls ولا a girl. شاطرين، these are هؤلاء اسم إشارة للجمع القريب، فينفع نقول عليها girl؟ طبعا لا، هنقول معها these are girls، هؤلاء بنات، لأن girls هنا جمع لكن girl هنا مفرد. that is ولا that are an egg. أولا that هذا أو هذه اسم إشارة للمفرد البعيد، فطبعا هيجي معها is، لأن is بتيجي مع المفرد، و an egg بيضة واحدة، ف that is an egg. شاطرين كلكم. زوس is ولا are hats. زوس هؤلاء للجمع البعيد، وطبعا is بتيجي مع المفرد و are يكون بتيجي مع الجمع، و hats hats قبعات، يبقى زوس are hats. زوس are hats. معلومة صوتية بقى، علشان لما نيجي ننطق ذا أو اللي هو ال، يعني ذا يعني ال، تنطق ذي يعني بنقولها ذي لما تيجي بعديها كلمة بتبدأ بحرف من حروف الفاولز. يعني لما اجي اقول the apple بقولها the apple، وده طبعا جزء من اجزاء الفونكس، موجود عندكم في شرح الفونكس في اربع حلقات بيشرحوا الفونكس او الصوتيات، موجودين على القناة. فبقول the apple، the orange. لكن لو جاء بعد منها اي كلمة بتبدأ بحرف من حروف الساكنة او الكونسوننتس بقولها the بشكل عادي، لكن منطقها the لما بيجي بعد منها اي كلمة بتبدأ بحرف من حروف الفاولز، زي ما قلنا the apple، the orange، the cat، the bowl. تالت حاجة لازم نعرفها في الجرامر بتاعنا يا اصحابي هي ضمائر الفاعل او السبجكت pronouns. ضمائر الفاعل او السبجكت pronouns هي I انا. لما باجي اتكلم عن نفسي بقول I يعني انا، وده اسمه ضمير. هي يعني هو. لما باجي اتكلم عن شخص واحد، ولد او راجل،
بقول عليه هي يعني هو، وده pronoun أو ضمير. لما باجي أتكلم عن بنت أو ست بقول عليها she يعني هي، she يعني هي، وده pronoun أو ضمير. لما باجي أتكلم عن هو أو هي الغير العاقل، يعني إيه هو أو هي الغير العاقل؟ اللي هو لما باجي أتكلم عن جماد زي كرسي، كتاب، أو حيوان زي كلب أو قطة، دول اسمهم غير عاقل. الجماد والحيوان والنبات كمان دول اسمهم غير عاقل. فلما باجي أتكلم عن غير العاقل ده بقول عليه it هو أو هي الغير العاقل، وده برضو pronoun أو ضمير. لما بقول احنا، نحن يعني اتكلم عني وعن الناس حواليا انا وسطيهم، بقول we يعني نحن، وده pronoun برضو يعني ضمير. لما بتكلم عن حد قدامي بكلمه بقول له انت او انتي، او مجموعة اشخاص بكلمهم واقفين في وشي بقول لهم انتم، ده اسمه you انت او انتي او انتم، وده برضو pronoun يعني ضمير. واخر حاجة لما اتكلم عن مجموعة اشخاص موجودين في مكان تاني مش موجودين في وشي او بعيد عني يعني، بقول عليهم زي يعني هم، زي يعني هم، وده برضو pronoun او ضمير. فالsubject pronouns او ضمائر الفاعل I, he, she, it, we, you, and they. وتعالوا ناخد معلومة صوتية صغيرة، وهي طبعا أي كلمة بتنتهي بإن جي، زي مثلا كلمة walking, taking, eating. إن جي لموجودة في آخر الكلمة، في الحالة دي الجي ما بتتنطقش، بتكون silent. فكلمة walking بقولها walking، ما بقولش walking، بقولها walking يعني يمشي. taking ال ing، الجي هنا silent، بقولها taken يعني يأخذ. لما باجي أقول eaten اللي هي بتنتهي ب ing يعني يأكل، بقولها eaten ما بقولهاش eating، الجي هنا silent. فبقول I am playing football، الجي هنا silent ما بتتنطقش لأن قبل منها إن زي ما قلنا. وطبعا عندنا اصحابي الثلاث افعال المهمة جدا في اللغة الانجليزية مقررين علينا في الصف الاول والثاني الابتدائي، هناخدهم طبعا في البريزنت او في المضارع. اول حاجة verb to be، زي ما قلت لكم هو مشروح بشكل مفصل على القناة في فيديو خاص بي، وبيعرفكم كل حاجة عن verb to be بالامثلة الكتيرة، هيخليكم تفهموه بنسبة 99%. verb to be فعل يكون. طبعا ال subject pronouns او ضمائر الفاعل اللي قلنا عليها من شوية I، انا، he و she و it، هو وهي و it طبعا لغير العاقل، هو او هي لغير العاقل، we، نحن، you، انت او انتم، they، انتم، I be معها am، I am يعني انا اكون، I am يعني انا اكون. اصحاب اللغة الانجليزية عملوا حاجة اسمها contraction او اختصار، واخترعوا حاجة اسمها الابوستروفي اللي هي الضمة الصغيرة اللي فوق دي، علشان يقللوا بعض الحروف اللي بيكتبوها. فممكن اكتبها I am يعني انا اكون، وممكن اكتبها I apostrophe am برضو معناها I am يعني انا اكون. لكن لو عايز اقول انا لا اكون بقول I am not يعني انا لا اكون. he هو، she هي، it هو وهي الغير العاقل، بيجي معهم is يعني يكون. ممكن نكتبها بشكل عادي I is كده، وممكن نكتبها بشكل مختصر ونكتبها apostrophe s وتبقى he أو she أو it is، ويعني هو أو هي أو هو أو هي الغير العاقل يكون. لو عايزين نقول he أو she أو it isn't، لو عايزين نقول هو أو هي أو هو أو هي الغير العاقل لا يكون، بنقول isn't، يبقى he isn't، she isn't، it isn't يعني هو أو هي أو هو أو هي الغير العاقل لا يكون. وآخر حاجة we، نحن، you أنت أو أنتم، they هم،
التلاتة دول جمع في اللغة الإنجليزية we و you و they جمع، بيجي معاهم are يعني يكونوا، ممكن نكتبها apostrophe re يعني يكونوا برضو، ولما نحب نقول لا يكونوا بنقول aren't يعني لا يكونوا. فلما اجي احب اقول هو ولد بقول he is a boy، he is a boy يعني هو ولد. ممكن اقول كمان they are girls، they are girls هم بنات. اما verb to have يعني فعل يملك يتناول، I we you they انا ونحن وانت وانتم وthey هم، بيجي معاهم have، have يعني يملك، وممكن نكتبها بشكل مختصر apostrophe ve يعني يملك برضو. I have انا املك، we have نحن نملك، you have انت او انتم تملكون، they have هم يملكوا. اما he و she و it فبيجي معاها has، has يعني يملك برضو، ممكن نكتبها has has، وممكن نكتبها apostrophe s has برضو. فبنقول he has هو يملك، she has هي تملك، it has هو او هي الغير العاقل يملك. فممكن اقول I have a car، I have a car انا املك سيارة، he has a dog، he has a dog هو لديه كلب، هو يملك كلب. واخر حاجة عايزين نعرفها هو verb to do، verb to do فعل يفعل، do يعني يفعل. ولما اجي اقول انا افعل بقول I do، نحن نفعل we do، انت تفعل او انتم تفعلون you do، هم يفعلون they do، he و she و it بتيجي معاها does. فأجي أقول هو يفعل بقول he does، هي تفعل she does، هو أو هي الغير العاقل يفعل it does. فمثلا ممكن أقول I do my homework، I do my homework أنا أفعل أو أنا أعمل الواجب المنزلي بتاعي، الفرض المنزلي بتاعي، I do my homework. أو وممكن كمان أقول she does her homework، she does her homework هي تفعل أو هي تقوم بالفرض المنزلي بتاعها بالواجب بتاعها. وتعالوا نحل بعض الـ exercises أو التمارين على الجزء ده. choose طبعا اختار، she am ولا is ولا are a girl؟ شاطرين طبعا، she is a girl، she is هي تكون بنت، she is a girl هي بنت. you am ولا is ولا are a boy؟ شاطرين طبعا، قلنا you بيجي معها are a boy، يبقى you are a boy، you are a boy. he ولا they ولا you is احمد؟ اقول he is ولا they is ولا you is احمد. شاطرين طبعا، he is احمد هو احمد. she ولا it ولا they is منى؟ شاطرين طبعا، she is منى. he ولا it ولا we is a cat؟ شاطرين طبعا، قلنا he و it بيجي معاهم is، بس هنا بنتكلم عن cat او قطة، فهنقول it is a cat لان it هو او هي الغير العاقل، يبقى it is a cat. علي and منى am ولا is ولا are happy؟ علي ومنى سعداء، هنقول am ولا is ولا are؟ شاطرين، علي and منى are happy، لان علي ومنى ممكن نشيلهم ونقول مكانهم they، they يعني هم، فthey هم بيجي معاها are، يبقى they are happy، علي and منى are happy. هبة and I، هبة وانا am ولا is ولا are hot، حرانين. هبة and I am ولا is ولا are hot. لو شلت هبة and I هنقول ايه؟ هنقول we نحن، لان انا موجود مع هبة، يبقى we am ولا is ولا are hot. شاطرين، we are لان we جمع فبيجي معها are، يبقى هبة and I are hot، هبة and I are hot يعني هبة وانا حرانين. I have ولا has a car؟ شاطرين طبعا، قلنا I have a car لأن has بتيجي مع he و she و it بس. سما have ولا has a doll؟ سما لو شلنا اسم سما هنحط مكانها ايه؟ شاطرين، هنحط مكانها she،
فشي يبقى she has a doll، يبقى سما has a doll زي ما قلنا من شوية has بتيجي مع he و she و it. they do ولا does homework، they هم do ولا does homework. شاطرين طبعا they do homework لان does بتيجي مع he و she و it زي ما قلنا من شوية. واخر حاجة عمر do ولا does كاراتيه، عمر do ولا does كاراتيه، لو شلنا اسم عمر هنقول مكانها he do ولا does كاراتيه. شاطرين he does كاراتيه لان does بتيجي مع he و she و it، لكن بقيت الضمائر بيجي معها do زي ما قلنا. وبكده نكون انهينا الحلقة الاولى وشرح الجزء الاول من الجرامر. اتمنى ان انت تكون استفدت. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وتابعونا وانتظروا الجزء التاني من الجرامر الخاص بسنة اولى وسنة تانية ابتدائي الترمين مع بعض. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.